عندما عصفت الأزمة المالية بالعالم في 2008، لعبت الصين دور المنقذ الذي أخرج الاقتصاد العالمي من فخ الركود وأعاده إلى سكة النمو من جديد. لكن ماذا عن هذه المرة؟ هل ستلعب الصين الدور ذاته؟ لمحاولة معرفة ذلك دعونا نعود إلى أحداث الأزمة المالية. في ذلك الوقت سهلت الصين عمليات الإقراض وأقرت حزماً تحفيزية بأكثر من 500 مليار دولار، وبدأت بتشييد البنى التحتية والمساكن والمصانع، مما أدى إلى نمو كبير في الطلب المحلي على المواد الأولية والسلع الخام، والنتيجة تحرك عجلة الاقتصاد في الدول المصدرة لتلك المواد. هذا الدور جعل الصين مسؤولة عن ثلث النمو العالمي، وباتت مركزاً ل28% من الإنتاج الصناعي في العالم، و11% من التجارة العالمية، وأصبح هناك 33 دولة في العالم تعتمد على الصين كالوجهة الأولى لصادراتها. اليوم معظم الأدوات التي استخدمتها الصين في ذلك الوقت قد تكون غائبة، فتسهيل الإقراض لن يكون ممكناً، لأن الديون في الصين قد بلغت بالفعل مستويات قياسية، وباتت تعادل أكثر من 317% من الناتج المحلي. كما أن الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها بكين في السنوات الأخيرة باتت تفرض عليها عدم الإفراط في حزم التحفيز المالي، هذا فضلاً عن أن توجهها للاعتماد على قطاع الخدمات والاكتفاء الذاتي في بعض الصناعات جعلها أقل حاجة لشراء المواد من الخارج. لكن ذلك قد لا يعني غياب دور الصين بشكل كامل، فهي ستبقى المحرك الرئيسي للنمو العالمي خلال السنوات المقبلة، كما أن حجم سوق الاستهلاك لديها سيعادل خلال السنوات الـ10 القادمة حجم سوق الاستهلاك في الولايات المتحدة وأوروبا مجتمعين.